مثل تقول الشام، في ناس بيجونا مثلا من ايران، يعني يحاولون احيانا نعطيهم. طيب هل الاطفال هذول، اطفال التقنيه هذه، هل لهم يعني ميزة عن الأطفال العاديين، يعني مثلا في الذكاء، أو يكون مثلا مستوى ذكائهم أقل، أو مثلا حتى النمو، نمو الجسم، هل النمو يعني يختلف من الطفل الأنابيب للطفل عادي؟ لا، هو أول شيء أحب أطمنهم في البداية، احنا نتكلم عن الحمل. نعم. أغلب النساء لما تحمل بطريقة التلقيح المجهري أو أطفال أنابيب، فكرهم أنه لازم يكون في راحة تامة طول 9 نعم. شهور. يعني أول حالة سنعمل لها أطفال أنابيب كانت تعمل، عملوا لها إياه وقالوا لها تنوم مدة 9 شهور في المستشفى. نعم. بدينا بعد ما تعرفنا الطريقة أنه بدينا نقل في هذا، بدينا الحين حاليا الحركة ما صارت تأثر على حتى ترجع أجل. إحنا نطلب منهم أنه ما يصير فيه إجهاد يعني بالحركة وكذا، لكن ما هي راحة تامة، أغلبهم هذا يتصورون. نعم. الشيء الثاني بالنسبة للحمل، زي أي حمل طبيعي، الولادة زي أي ولادة طبيعية، الأطفال زي أي أطفال. كل الدراسات اللي انعملت أثبتت أن الأطفال تقريبا زي الأطفال العاديين والحمل الطبيعي. جميل. طبعا دكتور، أكد على النقطة أنه مثلا ما جاك مثلا أحد المرضى يعني من الغرائب، يعني قال لك والله إحنا نبغى توم، نبغى ثلاثة، نبغى. لا، هذا طلب دائما يجيك، دائما يجيك طلب يقول لك نبغى توأم. ما شاء الله. لأنهم يقول لك نبغى نستغل الوقت اللي راح في علينا، نبغى نكون اثنين على طول مرة واحدة. في ناس يقول لهم، نقول لهم مثلا المشكلة يكون فرصة حمل ممكن ثلاثة أو أربعة لو رجعنا ثلاثة أجنة. يعني في إمكانية أنه ثلاثة أربعة؟ في هذه التقنية طبعا كلها بمشيئة الله. طبعا حمل كل شيء بتوفيق رب العالمين. لا. لكن احنا دائما ما ننصح بالشيء هذا، ما ننصح انه يكون حمل قبل واحد او اثنين، لانه كل ما يزيد عدد الأجنة كل ما يزيد فرصة الإسقاط، كل ما يزيد فرصة الولادة المبكرة ومشكلة الحاجة للحاضنات والمشاكل بعد الولادة، وخاصة الولادات المبكرة والأشياء هذه. طيب جميل دكتور، هل هذه التقنية تنفع لجميع الحالات، جميع المرضى؟ لا، الاي في ام الافضل انها تعمل بس للحالات اللي عندهم تكيس بايض في الوقت الحالي. في المستقبل ممكن نحاول في الحالات اللي عندهم بويضات قليله، بس حاليا ما في اي نجاح بالنسبه للحالات هذه. نعم. جميل. يعني ما شاء الله الحين الاخوان هم يشاهدوننا طبعا الساده المشاهدين، وكل شخص مثلا يبغى يعني اللي عنده يعني مشاكل وكذا ويبغى الحمل، يعني مشاكل عقم او شيء، هل بهذه التقنيه هذه يعني ممكن انهم يعني ان شاء الله بعد توفيق من الله طبعا انهم يعني يرزقون بابناء؟ طبعا، هي الفكره فيها ان اول شيء نتاكد ان عند المراه عدد معين من البويضات قبل ما نحدد أنها تحتاج الشيء هذا، فنعمل لها أشعة ثاني يوم أو ثالث يوم في الدورة صوتية، والزوج لازم يعمل تحاليل بعد. هي ما هي لكل الحالات، بس في حالات لها تحتاج أطفال أنابيب العادية وهي الغالبية، بس في حالات معينة تحتاج نعمل لها الاي في ام اللي هي مثل عندهم تكيس بايض عشان نتفادى اللي فرط الاستجابة. وأغلب المرضى اللي يقتنعون يعملونها اللي يكون مثلا عملوا أطفال أنابيب قبل كذا وصار عندهم فرط استجابة، يجون مرة ثانية يقول لا نبغى نعمل الاي في ام. جميل. طبعا دكتور عبد العزيز، احنا راح نتواصل معك ان شاء الله حديثنا، ولكن بعد ان ننتقل الى استوديو الاخبار لنقل الاخبار، فابقوا معنا ثم نعود ان شاء الله. السلام عليكم، وهذا موجز أنباء الخامسة عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عاد حوالي 100,000 طفل من غزة اليوم إلى مدارسهم بعد توقف الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي استمر 3 أسابيع وأدى إلى تدمير عدد كبير من منازلهم أو من منازل أقربائهم. وقد أعادت 221 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة فتح أبوابها اليوم، والتي لجأ إليها عشرات آلاف من الفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي الذي توقف الأحد الماضي، مخلفا أكثر من 1400 شهيد وأكثر من 5,000 جريح أغلبهم من الأطفال والنساء.
وكانت ست مدارس قد تعرضت لدمار واسع وعشرات أخرى لأضرار جزئية بفعل القصف الإسرائيلي، إلا أن وزارة التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية المقالة استعاضت عن تلك المدارس بمدارس أخرى أكثر أمنا. وقد ناشد يوسف إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع في خطط إعادة إعمار قطاع غزة لا سيما المدارس. أعرب الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما اليوم عن أمله في إقرار خطته للنهوض بالاقتصاد البالغة قيمتها حوالي 825 مليار دولار في أقل من شهر، مؤكدا أن البلاد ستخرج من الأزمة بمزيد من الازدهار. وحذر أوباما في أول كلمة إذاعية أسبوعية كرئيس أن المشاكل الاقتصادية لن تحل في وقت قصير، لكنه عبر عن ثقته بأن التحرك الجريء سيساعد البلد على النهوض. وكان أوباما قد التقى مع نواب الجمهوريين والديمقراطيين أمس، وحث كلا الحزبين على الوقوف وراء خطته الخاصة بحزمة الحوافز الاقتصادية. وقد اعترض الجمهوريون على حجم الإجراءات، وقال أوباما إنه يعترف بأنه لا يزال هناك بعض الاختلافات حول طاولة المناقشات بين الإدارة وأعضاء الكونغرس بشأن تفاصيل معينة للخطة. وفي العراق أعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل شخص وإصابة زوجته وأطفاله بجروح خلال عملية دهم شاركت فيها قوة عراقية شمال بغداد. وفي غرب بغداد قالت الشرطة العراقية إن مهاجما انتحاريا صدم بسيارة ملغومة نقطة تفتيش تابعة للشرطة، مما أسفر عن مقتل 5 على الأقل من رجال الشرطة، وأصاب 13 شخصا آخرين بينهم 6 من رجال الشرطة. وفي محافظة بابل جنوب بغداد لقي 2 من عناصر قوات الصحوة حتفهم، وأصيب 2 آخران في هجوم مسلح على نقطة تفتيش تابعة لهذه القوات شمال غرب مدينة الحلة مركز المحافظة. وفي أفغانستان أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إنه قتل 15 من المسلحين بينهم امرأة شرق أفغانستان، فيما قال مسؤول إقليمي إن العملية أدت إلى مقتل 21 من المدنيين الأفغان وإصابة عدد آخر بجراح. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن العملية جرت أمس في إقليم لاجمان شرق أفغانستان عندما استهدفت قوات التحالف أحد قادة طالبان مما يعتقد بأنه كان يقوم بنقل مقاتلين أجانب وأسلحة للمنطقة. مشاهدينا الكرام انتهى موجز 5 عصرا، شكرا لكم على المتابعة وأرجو لكم يوما موفقا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في برنامج المرسى. أهلا وسهلا بك دكتور مرة أخرى. يا أهلا بك دكتور. طبعا تطرقنا إلى جوانب عديدة في هذه التقنية الجميلة، ولكن نبغى نسأل عن نسبة النجاح ونسبة الفشل في هذه التقنية. كم النسبة تقريبا؟ يعني جاك مريض وسألك عن نسبة النجاح ونسبة الفشل في هذه العملية. هذا السؤال دائما يسألونه جميع المرضى، يعني أغلب المرضى يسألونه، فدائما أجاوبهم بجواب جيد، أقول لهم إذا حملتي 100% وإذا ما حملتي 0%. هي طبعا بصفة عامة نسبة النجاح في الأطفال الأنابيب والتلقيح المجهري كانت في السابق تتراوح ما بين 20-30%. مع تطور التقنية والحمد لله، ويعني صار أعمار النساء اللي تعمل أطفال أنابيب أو تلقيح مجهري أقل، فنسبة الحمل صارت تتراوح إلى 50% تقريبا. ما شاء الله.
بالنسبة للاي في ام نفسها احنا لحد الان وصلنا الى حدود 38-40%، وهذا يعود السبب ممكن نوعية المرضى اللي ينعمل لهم. ما شاء الله. هذه نقطة. النقطة الثانية نفس الأجنة بالنسبة للحمل، احنا نحاول ان احنا نعيد العدد من 2 أجنة زي ما قلت اقل، ففرصة الحمل اقل شوي، بس انها تكون للمريضة اسلم. جميل. لما يصير حمل ب3 أو 4، نعم، وبعدين يصير اسقاط، ما استفدنا لا اللي حملت ولا هي اللي كمل، يعني ما حملت من الاساس. جميل. زي في النص. يعني. نعم. هناك ايضا معك بعض الادويه دكتور اللي هي مثبت. اي كنا في بعد ما نبدا العلاج احنا كنا نحاول اشرح لكم، بس بالنسبه للمثبتات في 3 أنواع من المثبتات نستخدمها. هذه بعد التلقيح دكتور. بعد التلقيح، بعد ما نعمل بعد تتم العمليه الاولى اللي هي نعم بعد ما رجع الأجنة داخل الرحم، نعطي 3 أنواع مثبتات. في النوع اللي هو التحاميل، وهي تحاميل عادية يعني مثل التحاميل العادية وصغيرة جدا، يعني زي التحاميل حتى أقل من تحاميل الفلترين حجمها، زي تحاميل الأطفال اللي نعطيها. هذه تكون مثلا يا أما مهبلية أو نعم. شرجية. وفي الأنواع الثانية اللي هو الإبر، بعد في الإبر المثبتة اللي هي في إبر يومية، وفي إبر لو حب المرضى ما يحب اليومية في إبر مرتين في الأسبوع، وفي الحبوب طبعا. كم المدة دكتور التثبيت؟ أسبوعين لنعرف إن في حمل ولا لا، إذا صار في حمل بنكمل على المثبتات. تكمل على المثبتات؟ تكمل على المثبتات لمدة 10 أسابيع. 10 أسابيع. إذا كان في ما في حمل حتوقفها وتجيها دورة طبيعية. طبعا المهمة بالنسبة للمثبتات إن إحنا دائما نعطي المرأة حامض الفوليك، فمهم حامض الفوليك جدا لأي واحدة تبي تحمل، مو الحمل حتى أطفال، نعم. أي واحدة حتى تحمل طبيعي، فهذه نقطة مهمة جدا يعني مفروض حتى الفائدة منها يا دكتور. حامض الفوليك مشيت رب العالمين يمنع عن التشوهات اللي تصيب الجهاز العصبي يعني أول أشياء في نص الجسم زي اللي فتحت العمود الفقري أو مشاكل في الدماغ أو شيء. جميل. دكتور طبعا بالنسبة للحيوانات المنوية هل لها فترة صلاحية معينة، يعني مثلا 3 أيام أو 4 أيام، أو أنها مفتوحة، أو أنها مثلا بنفس اليوم؟ في 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 ثلاثة فيها ثلاثة أشياء، في 3 طرق. الطريقة الأولى اللي هو لما يعطي العينة السائل المنوي، إحنا دائما نقول لهم مع في وقت ساعة. جميل. لحد ما يحضر العينة للمركز. في حالات لا، احنا بنقول لهم مثلا اذا ما يقدر يعطي عينه مثلا نقدر نحافظ العينه ل 48 ساعه. نعم. اذا حفظناها في نفس درجه حراره. في عينات لا اللي نحفظها في التجميد، هذه مختلفه، التجميد ممكن ل10 سنوات ما في مشكله بالنسبه للتجميد. فهي الفكره فيها انها حسب ايش كيف الطريقه اللي بنحفظها ومتى نبغى نستخدمها. بس دائما لما نجي نعمل التلقيح المجهري ونطلب الزوج يعطينا عينه السائل المنوي، دائما نطلبها في اليوم اللي بنعمل فيه سحب البويضات للزوجه او نعم. اليوم اللي قبله. جميل. الليله اللي قبله. بعد كذا كل عينه تتعامل على حده، يعني العمليه مثلا للزوج والزوجه حتعمل يعمل التلقيح المجهري، سحب البويضه نفسها، وبعدين الحيوان المنوي يحقن داخل البويضه وتحفظ في حاضنه، كل حاله لوحدها، يعني فرصه الاختلاط 0-0. نعم. من عدوم أن يكون في اختلاط بين حيوانات منوية لشخص والشخص ثاني. يعني ممكن هذه يتخوفون فيها أكثر. أكثر المرضى يرفضون يعملونها عشان هالشيء. نعم. يخافون من الشيء هذا. طبعًا في البداية قبل كل شيء لازم يكون في ثقة بين الدكتور وبين المريض قبل كل شيء على أساس إن اللي بيعمل له العملية. هذه نقطة. النقطة الثانية في الحين زيادة على الحرص الأشخاص وهذا، في أجهزة في نفس المختبر تعطي إنذار إذا فتحت مثلا حاضنة ما هي نفس المريض اللي انت جاهز تشتغل فيها. جميل. يصير في إنذار يضرب على يدق جوال للمسؤول المختبر ويسوي مشكلة زي حريق. زي إنذار الحريق. جميل. برجع دكتور عبد العزيز إلى نقطة التجميد، أنت ذكرت تجميد البويضة. هل من ممكن مثلا المرأة مثلا تجمد البويضة مثلا من سن 20 حتى مثلا تقول انا والله مثلا بحمل في سن مثلا 50 أو 40؟ هو فيها نقاش كبير بالنسبه للتجميد البويضات والهذه طبعا علميا وشرعا وكل شيء، لكن الفكره فيها ان الفكره ظهرت مثلا في الغرب على اساس ان مثلا المراه ما تفكر انها تحمل لحد ما تخلص مثلا الدكتوراه، فوقتها بيكون بويضاتها تكون عمرها من عمر المرأة نفسها. فاللي تحتاج فيها أنا مثلا لما نجي نعمل تجميد البويضات عشان تستفيد منها في المستقبل أنها هتعمل بها تلقيح مجهري. جميل. نعم. نستقبل دكتور اتصال معنا. معنا الاتصال من الأخت نوف. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا نوف. ممكن سؤال؟ تفضلي. أنا بنت عمري 19 سنة. نعم. عندي رغبة بالهرمونات. عندك إيش؟ رغبة بالهرمونات. أيوة.
ورحت لم الدكتورة وعطتني حبوب منح. جميل. فما أدري إيش العلاج. هذا سؤالك بس؟ إيه بس إنه ما أدري إيش العلاج شو أسوي يعني. أها يعني عندك لخبطة في الهرمونات. إيه. جميل. يعني ما أدري يعني هو تكيس ما أدري إيش يعني. نعم. بإذن الله. شكرا لك يا نوف. معنا الاتصال من نوف تقول أنا عمري 19 سنة وعنده لخبطة في الهرمونات يا دكتور. بالنسبة للخلطة الهرمونات المشكلة طبعا أغلب البنات أو الحريم يتكلمون عن خربطة الهرمونات لما تخربط الدورة عندها. نعم. معناته أن الدورة ما هي منتظمة عندها. فأغلب البنات في بداية البلوغ تصير عندهم لخبطة في الدورة. والمهم فيها هالنقطة أن تعمل لها تحليل الهرمونات بعضها وبالذات هرمون الحليب وهرمون الغدة الدرقية وأحيانا نعمل اللي هو هرمون الإنسولين. لأن في بعض البنات يكون عندهم مثلا زيادة في عدد البويضات. جميل. فما يصير إباضة منتظمة عشان كذا تصير في خربطة في الدورة. جميل. بس تحتاج أنها تكون